زي ما قدمته كده قبل ما نروح لفاصل، هو بالنسبة لي قبل ما هو يكون إعلامي كبير واسم كبير في الإعلام الرياضي المصري، هو نجم كورة كبير. أنا بقول ليه نجم كورة كبير؟ عشان في شباب دلوقتي من الجيل الجديد 16 و17 وأقل شوية ما شافوهوش وهو بيلعب كورة، وهو بيلعب كورة كان لعيب كبير جدا جدا جدا، من أمهر اللعيبة، من أحسن اللعيبة اللي ممكن تصوب من خارج المنطقة، من داخل المنطقة، كرات ثابتة، كرات متحركة، عرضيات ما فيش بعد كده. فهو بالنسبة لي دايما مرتبط بالملعب زي ما هو أيضا مرتبط بالظهور التلفزيوني اللامع دائما، اسم كبير جدا الكابتن الكبير كابتن خالد الغندور. يعد خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر واحداً من أبرز وأمهر اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية يجيدون اللعب بالقدم اليسرى. الغندور كان يملك قدماً يسرى لا مثيل لها، وضعته بين صفوة اللاعبين في الدوري المصري منذ أن تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. ولم يكن الغندور مجرد لاعب أعسر في تشكيلة نادي الزمالك ومنتخب مصر فحسب، بل كان لاعباً مهارياً أيضاً ويملك سرعات لا مثيل لها، وأصبح بفضلها من أبرز الأجنحة في تاريخ الكرة المصرية. الغندور يصنف بأنه واحد من الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك، حيث توج معه بالدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا. بندق كما يطلق عليه منذ أن ترك المستطيل الأخضر ودخل ملعب الإعلام الرياضي، لم يتخلى عن مهاراته وسرعته في المراوغة والانطلاق، ودائماً ما تتسم حلقاته بالسخونة وإثارة الجدل. يحل الغندور ضيفاً على كريم رمزي في رقم 10 للحديث عن أبرز ذكرياته مع الزمالك والمنتخب ورأيه في موسم الانتقالات الحالي ومن اللاعب الأفضل في الكرة المصرية، بالإضافة إلى غيرها من الأمور الأخرى.